انتقل بحضراتكم للنشاط في الشأن المحلي والمحافظات، حيث قال اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا أن المحافظة بتقوم بحملات يومية لرفع الإشغالات من الشوارع وهدم المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الحملة يشارك فيها ممثلون عن وزارة الزراعة والمحليات ومديرية الأمن. ناشد محافظ المنيا المواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية، مشددا على أنه سيتم التصدي بكل حسم لهذه الظاهرة. على الهواء مباشرة بينضم لنا اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا. سيادة اللواء، برحب بحضرتك معنا في الحياة الآن. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. سيادة اللواء، يعني الكثير من القضايا على خلفية التطوير اللي بتشهده مصر أو اللي مصر بتستعد ليه في كل المجالات، في كل أيضا المحافظات، هناك بعض الظواهر السلبية اللي تفشت وظهرت في مصر في الثلاث سنين اللي فاتوا، التعدي على الأراضي الزراعية، الإشغالات على الطريق، أيضا هناك تطوير البنية التحتية والبنية الأساسية للمحافظات، المشروعات الاستثمارية إلى آخره من مشكلات وتحديات كبيرة بتواجه المحافظات المصرية. فيما يتعلق بمحافظة المنيا، عايز أعرف من حضرتك إيه هي آخر الجهود المبذولة فيما يتعلق أولا بالتعديات على الأراضي الزراعية، ثانيا إزالة الإشغالات من الطريق. تفضل. طيب، مصر كلها بتشهد انتفاضة كبيرة دلوقتي، بيشارك فيها الجهاز الحكومي وبيشارك فيها المواطنين. أنا شايف إن مش المنيا بس، مصر كلها بتبذل جهد كبير في إعادة الأمن والانضباط للشارع المصري. من ضمن الخروج عن القانون كان نمرة واحد البناء على الأراضي الزراعية، نمرة اثنين الإشغالات اللي بتعيق حركة الحياة للمواطنين في الشوارع. هناك خطة على مستوى الدولة لإعادة الانضباط للشارع المصري، لإعادة الانضباط للمواطن المصري والسماح له بالتحرك في المدن اللي هو عايش فيها والقرى اللي عايش فيها. فعشان كده احنا حاطين خطة بتتنفذ في جميع المراكز يوميا للإزالات، لرفع الإشغالات. بيتزامن مع الكلام ده الخطة بقى بتاعت إعادة حركة الحياة لكل المشروعات اللي كانت موجودة ومتوقفة أو فيها قدر من القصور. فاحنا بنتحرك في كل المجالات، يعني مثلا بفضل الله أنا النهاردة الساعة 7:30 الصبح كنت في صمرلوط، عندنا مشروعين كبار ممكن يبقوا أكبر من كده بكتير، اللي هم تسمين الماشية. كانت وزارة الزراعة دفعت ب 500 رأس ماشية من أرجواي، فكنت لازم أروح أبص عليهم ونشوف كيفية الاستفادة منهم والتسمين على أعلى درجة. عندنا مشروع تاني للدواجن جاري تطوير العنابر بتاعته، وفي تقدم كبير جدا. في المقابل برضو لازم نهتم بالجانب اللي هو الدراسي والعلمي. أنا عندي النهاردة كان في المحافظة في مسرح المحافظة الاحتفال بتاع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للأنشطة لنهاية العام، برضو حضرناه مع الأساتذة الأفاضل ومع الطلبة ومع أولياء الأمور. يعني في تحرك في كل المجالات، وإن شاء الله مصر كل يوم عن يوم هتنجح. هناك شعب يهدف إلى حياة أحسن، وكل واحد فينا هيبذل قصارى جهده. عشان كده في الآخر أنا متأكد إن مصر هتنجح. تمام، ممتاز. سيادة المحافظ، يعني كلها أنباء مبشرة، ولكن عندي سؤال يعني أكثر تحديدا فيما يتعلق بمشكلة إزالة المخلفات وعلى الأراضي أو المخالفات على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات. يعني 50% من الحل عودة الانضباط لهذه الأمور السلبية، ولكن يبقى 50% تانية يعني طبقا لكل الآراء، هي الحل إيه بالنسبة للناس اللي عايزة تبني ومش عارفة تبني؟ الحل إيه كمان بالنسبة للناس اللي عندها إشغالات على الطريق؟ هل تم توفير ليها أماكن بديلة أو أكشاك إلى آخره عشان يقدروا إن هم يبيعوا ويشتغلوا إلى آخره؟ أنا معاك تماما في هذا الموضوع. إحنا واخدين أولا علشان تدفع الناس إن هي ما تبنيش على الأرض الزراعية، لازم توفر لهم أراضي للبناء. نعملين خطة في المحافظة هنا في الظهير الصحراوي الشرقي والغربي، 16 موقع أمام المراكز من الظهير الصحراوي الشرقي والغربي. تم اعتماد ورئيس الجمهورية فعلا من 4 أيام لمدينة ملاوي الجديدة،
واحنا عارضين مع عند السيد رئيس الوزراء الاعتماد 16 موقع جديد. لما يبقى عندنا اراضي كل موقع هيزيد عن 700 فدان، يشمل اراضي 500 فدان للبناء و100 فدان للتجمعات المدارس و100 فدان للصناعات الصغيره، كده احنا هنقول للناس ما تبنيش بقى على الارض الزراعيه وتعالى ابني في تجمع موجود فيه خدمات وموجود فيه بنيه اساسيه مظبوطه. واعتقد الناس هتنصاع. القانون بتاع البناء على الاراضي الزراعيه لازم يعني يتم تغليظ العقوبات فيه، لان الارض الزراعيه انا كنت بتكلم وبنتكلم كل يوم ان البناء على الارض الزراعيه هو يعني اخذ حق ابنائنا واحفادنا في الحياه الصحيه والقدره على الانتاج الزراعي. احنا عندنا انتاج زراعي دلوقتي لا يكفي، فمش معقول هناخد الارض. عندنا خطه برضو للتوسع الزراعي باذن الله في المنيا، عندنا 200 الف فدان هتبقى استثمارات في مجال زراعه البنجر السكر لانتاج 400 الف طن سكر، وعندنا في المقابل 230 الف فدان جاري العرض بيهم على مجلس الوزراء لتقسيمهم لجمعيات زراعيه يمتلكها الفلاحين. كل فلاح يمتلك خمس فدادين داخل جمعيه زراعيه. الجمعيه تبقى مسؤوله عن كل ما يتعلق بالري بتاعه، بتوفير البذور وتوفير الاسمده، وبعدين في الاخر تبقى مسؤوله عن التسويق. في خطط ان شاء الله موضوعه، واعتقد ان مصر هتنطلق. طبعا انا سامع قبل ما سيادتك تخش معايا في الحديث عن الأحكام وعن اعتراض بعض الدول، أنا بقول إن إحنا بنثق في القضاء المصري. القضاء المصري قضاء عادل، وهناك درجات للتقاضي. العالم كله لازم يعرف إن إحنا السلطة القضائية عندنا سلطة مستقلة تماما، لا يجوز التدخل فيه من أي جهة من الجهات في أعمال القضاء سواء بالسلب أو بالإيجاب. إحنا مش هنوجه القضاء المصري غير قابل للتوجيه، والقضاء المصري عادل، والقضاء المصري لما بيحكم بالبراءة على ناس كتير جدا، وبيحكم بالإدانة على ناس تانية. إجابة حضرتك نفسها بتنطبق على الأحكام سيادة المحافظ اللي كانت موجودة وصدرت في المنيا أول امبارح تقريبا. تمام، بتكلم عن قضية العدوى. عندنا كان ناس بتزغرط لأن تمام كان عندنا أهالي 400 وشوية مواطن تم إخلاء سبيلهم وتم تبرئتهم بمعرفة القاضي اللي حكم في نفس الوقت على ناس بالإعدام، وحكم في نفس الوقت على ناس بالأشغال الشقة المؤبدة. وفي نفس الوقت هذه القضايا تم المعارضة فيها من قبل النائب العام. القضايا اللي بيبقى فيها أحكام إعدام، قانون المصري بيقول إن طالما هناك حكم وإعدام فالنقض الحكم وجوبي لنظره أمام دايرة تانية. إحنا كشعب بنثق في القضاء المصري ولا نقبل التدخلات الخارجية. ممتاز. سيادة المحافظ، عندي بعد إذن حضرتك مجموعة أسئلة يمكن المواطن البسيط حابب إن هو يسمع إجابات واضحة ومباشرة فيها. يعني أنا كمواطن موجود في المنيا أحب أشوف شوارع منظمة، شوارع نظيفة، أحب أشوف بنايات ليها شكل حضاري، أحب أشوف مدارس، أحب أشوف مستشفيات بتقدم خدمة جيدة، أحب أشوف أسواق فيها خدمات متكاملة تقدم تموين وتقدم الخدمات والسلع الأساسية والرئيسية للمواطن منتشرة ومتوفرة إلى آخره، وخصوصا وإحنا داخلين كمان على شهر رمضان يمكن بعضها أوسع أو يتعدى شهر رمضان، لكن بسأل حضرتك علشان أسمع الإجابة بشكل كامل. كل سنة وانت طيب، والشعب المصري كله طيب، وشعب المنيا طيب. أنا بقول عشان أنا ما أقدرش أقول غير الحق، عندنا قصور في الخدمات الصحية، عندنا قصور في التعليم وأنا معترف به، ولكن التعليم والصحة من ضمن الحاجات اللي اهتمت بيهم أو اللي اهتم بيهم الدستور المصري. وأعتقد أن الحكومة في الميزانية الجديدة لازم تعمل دعم كبير جدا للتعليم والصحة. احنا من قبلنا كمحافظات لازم نوفر الأراضي بالنسبة للمدارس عشان نبني فيها مدارس. لازم ندي فرصة للمجتمع المدني أنه هو يبني مستشفيات على درجة عالية من الكفاءة. شايف أن المجتمع المدني بيأدي دوره كفاية سيادة المحافظ؟ في دور، ولكن
اعتقد انه ممكن يبقى دوره اكبر من كده بكتير. رجال الاعمال في المنيا بيتعاونوا معاكم بشكل ايجابي لبناء مدارس، بناء وحدات صحيه، تقديم خدمات؟ بصراحه انا بطلب من خلال برنامجك، اذا كان في بعض رجال الاعمال بيدعموا المواطن المنياوي، فانا بطلب منهم ان الدعم ده يبقى 500%، يعني محتاجين زيادة شوية. ولكن طبعا الجمعيات الأهلية عندنا على فكرة شغالة كويس جدا، ولكن أنا بتكلم في الصحة بالذات والتعليم بالذات، دول محتاجين دعم أهل المنيا القادرين علشان ندعم الفقراء. التعليم محتاج دعم قوي جدا، وأنا كنت امبارح على فكرة في الاحتفال الكبير اللي عملته كلية الجوية، وحاجة مفخرة لمصر كلها ومفكرة للشعب المصري. أي واحد كان هيحضر هذا الاحتفال الكبير كان لازم ثقته تزيد بنسبة 10 مليون% في قدرة مصر وقدرة رجال مصر في القوات المسلحة. في هذا الاجتماع أنا قابلت السيد وزير التعليم وكلمت معاه في المدارس، وكلمت معاه في القيادات اللي في التعليم، وكلمت معاه في كوادر ورفع التدريب في مجال التعليم، علشان ما نوصلش ان احنا يطلع لنا واحد من ابتدائية ومش عارف يكتب. يعني العملية محتاجة جهد، واعتقد ان الفترة اللي جاية دي هيبقى فيها جهد كبير جدا في مجال التعليم وفي مجال الصحة. فيما يتعلق برمضان نعم للتموين، بالنسبة للتموين احنا عاملين على فكرة النهاردة، انا كنت بقول لحضرتك في مشروع التسمين تم اعتماد 3 عجول في كل مركز، بحيث ان كيلو اللحمة يتباع للناس بما لا يتجاوز عن 40 جنيه، لحمة جاموسي مصري منتجة عندنا ومتسمينة عندنا. المشروع الكبير اللي هو فيه 500 راس هيتباعوا مشروع اخر فيه 1000 راس، لكن احنا بنتكلم في رمضان دلوقتي هيتعمل شوادر في كل مركز. احنا عندنا 9 مراكز، كل مركز هتعمل فيه شادر هيتذبح فيه كل اسبوع من 2 ل3 راس طبقا للاحتياجات. والشعب المصري على فكرة انا بدعو الشعب المصري ان شهر رمضان ما يبقاش مجال للتخن، يعني يبقى مجال ان احنا ايه نصوم فعلا، يبقى الصيام عن صيام اللسان وصيام البطن وصيام العين وكل انواع الصيام اللي ربنا طالبها مننا.